ام رودينه تتفضل من دمياط. الله يبارك لك يا عم الشيخ، ربنا يبارك لك على اللي بتقوله ويديك الصحه يا رب. الله يعزك يا ام رودينه. بصي يا فضيله الشيخ، انا كنت متجوزه ليا 13 سنه وقاعده مع خالتي، يعني واخده ابن خالتي وكده، هي واخده بيت وقاعده مع، وانا واخده شقتها اللي هي ورث قاعده فيها. فكنت يعني هم هي قاعده معايا ليل نهار وما بتروحش الا على النوم. طيب. وشايلها وكده وعادي، دخلت وفي عينيه وكل حاجه ماشي، مهما كان بيحصل ما بيننا نقار بس مش مشكله، دخلت كل ده يس. فين بط بقى؟ فين فين ولكن فين ولكن؟ احنا دلوقتي حصل ما بيننا اختلاف وقال لي لازم تفضلي الشقه وتمشي حالا. طيب. المهم مشينا وخدنا حته بيت يعني كارد وكده، وخدنا بيت وقعدنا فيه. طيب. دلوقتي يا عم الشيخ انا مقطعاها يعني ما بكلمهاش، بس ابنها بيروح وكل حاجه واللي هي عايزاها. ابنها اللي هو جوزك يعني؟ اه، بيدي لها كل حاجه اللي هي عايزاها. طيب. طب دلوقتي يا عم الشيخ هي طلعت عليا كلام مش كويس كتير، وكل كان يعني ناس بيجوا يحكوا له، وبنتها نفسها قالت لجوزها، قالت له خلي بالك دمك بتقول على مراتك كذا كذا، ولما بعت لها قلت لها يا خالتي انت بتقول عليا، قالت لي لا انا ما قلتش عليكي كده، ما حصلش. انا ده بنتها اللي قالت كده؟ بنتها اللي قالت لجوزي كده، قالت له غلطانه وربنا هيحاسبها حساب عسير. امك بتقول على مراتك كذا كذا، انا يعلم ربنا يا عم يلا الشيخ. يلا يا ام رودينه، عايزه تساليني في ايه؟ طيب انا دلوقتي يا عم الشيخ مقطعاها، وكل اللي يجي يقول لي راضيها مش راضيها عشان نفسيتي شايله منها، هل كده انا عليا وزر؟ في الغالب اه، لان انت قاطعه للرحم كده. فانت المفروض يا ست ام رودينه ببساطه خالص، احنا عندنا مكارم الاخلاق ومحاسن الاخلاق تكون مع لما الناس تمارس معانا مساوئ الاخلاق. ولذلك حضرة النبي قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. مقطعاها ممكن تصل رحمك بأقل حاجة، بأن أنت تتصلي عليها في الأعياد، بأن أنت تبعت لها السلام، لكن تقطعيها تقطعيها خالص كده لا، لا يجوز شرعا. تقطعيها تقطعيها خالص لا، اتصال بالتليفون مش هيعمل لك حاجة، حتى لو قفلت السكة في وشك أنت عملت اللي عليك. تقولي طب أنا إيه لازمتها؟ ان انت تحافظي على قيمة صلة الرحم، تحافظي على صلتك وحبك لوالدتك، تحافظي على علاقتك بربنا. احنا مش بنعمل الاخلاق عشان يجي لنا مردود من الناس، جالنا مردود للناس بقينا باخلاقنا، ما جالناش مردود من الناس برضو بقينا باخلاقنا. الاخلاق مش معمولة عشان الناس تكافئنا عليها ابدا، الاخلاق معمولة عشان الحياة تبقى منورة بانوار مدد الله، لأن الشخص اللي بيبقى صاحب أخلاق ده ممدود بمدد ربنا. فلازم تعرفي ده يا أم رودينة. أنت بتسأليني أنت غلطانة؟ لا آه غلطان. طب تعملي إيه؟ تواصليها بأقل ما يمكن. لو إن بيجيلك أذى من عندها، يجيلكيش أذى يا ستي واصليها، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكتب لك الثواب، ثواب يكتب لك ثوابين، ثواب صلة الرحم وثواب كمان الصبر، ويبقى اللي حاصل يبقى انت جماعة الخير كله. فعشان كده لازم تعملي كده يا أم رودينه.